بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا طيب. وفاكم ذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس مولاي الحسين بكربلاء، تالله لا أنسى الحسين بكربلاء، مذ جاء للتوديع وهو يقول: من ذا يقدم للجواد ولامتي، والصحب صرعى والنصير قليل. فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول: قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال تزول. أخي فلمن تنادي والحماة على الثرى صرعا، ولا منهم يبل غليل. ما في الخيام وقد تفانى أهلها، إلا نساء ولهن وعليل. أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون، ولا حما وكفيل. فتبادرت منه الدموع وقال: يا أختاه صبرا، فالمصاب جليل. فبكت وقالت: يا ابن أمي ليس لي صبر، وما الصبر الجميل جميل. يا نور عيني يا حشاشة مهجتي، أخيما للنساء الحائرات دليل. ورنت إلى نحو النساء بعبرة عظمى تصب الدمع وهي تقول: قوموا قوموا إلى التوديع، إن أخي دعم بجواده، إن الفراق طويل. فخرجنا ربات الحجاب عواثرا، وغدا لها حول الحسين عويل. درنا حول الحسين عليه السلام، هذه تقبل يدا، تلك تقبل رجلا،
تلك تنادي لا إن يا حمانا، أخرى تنادي لا إن يا رجانا، يا أبا إجت زيان أبو باج الحرم يمه، وصارا للوداع عليه لم يشمسكنا وهقام يا يد يتشم يحبها والدمع ليلو يتنثار يا بويا يطول من بعدي ونينج ومثل النيب جنة سما يا 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 حنينيج بويا لا تشوف إيني بعيني شخافا ينخطف لونك ويصفر تقل أبويا يقول لا تخفي علي هذه راحتك يا بعد جاي أبويا إن كان رايح هاي هي خذني وياك عنك ما أقدر أصبر بويا نروح كل احنا فدايا ياك خذنا للحرب يا حسين وياك غابة يا بويا وقعدتنا وقول نسافر ويوميا يسدور ودع عياله واطفاله ولكن الحوراء زينب تقدمت اليه بعبد الله الرضيع قالت أخي لقد جف اللبن من ثديي أمي وقد كذب الظما فخذه إلى القوم واطلب له شيئا من الماء أقبل به الحسين إلى الأعداء خطب فيهم قائلا يا قوم قتلتم أهل بيتي أنصاري أولادي ولم يبق عندي سوى هذا الرضيع وقد أمض به الظما فاسقوا جرعة من الماء فقال بعض من في معسكر ابن سعد اسقوه ماء وقال الآخرون اقتلوهم عن آخرهم صغارا وكبارا وقال آخرون إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار وقع الاختلاف في معسكر بن سعد فلما نظر إلى هذا الاختلاف التفت ابن سعد إلى حرملة قال يا حرملة اقطع نزاع القوم آجركم الله بينما الحسين يطلب الماء لطفله وإذا به يراه يرفرف على يده كالطير المذبوح والدم يسيل من نحريه فوضع كفه تحت منحره حتى امتلأ دما رمى به نحو السماء وهو يقول اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح تلقى حسين دم الطفل بيده اش حال اللي اشتلي بحضنه وليده سالوا ترس شفه من وريده ذب للسما وللقاع ماخر رجع به مخضبا بدمه الى المخيم استقبلته سكينه ابا سقيت اخي الماء وبقي لي شيء مين قال خذي أخاك مذبوحا جيب جيب أبويا أبويا الطفل جيب يا حسين أبويا الطفل جيب من الماي جن شح نصيب ثم إن الحسين عليه السلام حمل على الأعداء قاتلهم قتالا شديدا وهو يقول أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني أمضي على دين النبي أحمي عيالات أبي حتى قتل منهم كما يقول بعض الرواة 1950 من أعداء الله وأعداء رسوله وكان بين الحين والآخر يقف قليلا ليستريح
فوقف مرة ليستريح، فتقدم إليه لعين فضرضخه بحجر فوقع في جبهته. جب يستريح حسين ساعة، ضعف حاله وثقل بالسيف، باع رن الحجر من وجه بشعاعة، ودم مثل ما العين فجر. شال حسين ثوبه يمسح الدم، لن سهم المثلث ناجع بسم، بقلبه وقاع لا وخر وجدهم، هو واظلم هو والسمح ما ير. وزينا يا ابي حسين يا عز وشفيلي، يا نور عيني البي دليلي، يا اخوي شتهيس احجيلي، ما لا بيد دشيلي ثوبي وشوف ايش بدليلي، سهم المثلث قطع حيلي، من شافت صاحت يا ويلي. ثم ان الحسين عليه السلام لم يستقر على ظهر جواده، فجلس على وجه الارض ينوء برقبته، فاقبل اليه مالك بن النسر عليه اللعنه، فضربه بسيفه على رأسه، شق رأسه، وكان على رأس الحسين برنس امتلأ دما، فرمى به واعتم على موضع الجرح، وقال له: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين. فاجتمع أعداء الله عليه، هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، ذاك يرضخه بالحجارة. أجركم الله، وحال القوم بينه وبين رحله وخيامه، فصاح الحسين: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا عربا فارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. قال له الشمر: ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال: أقول أنا الذي أقاتلكم، والنساء ليس عليهن جناح، امنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. فقال الشمر عليه اللعنة: لقد أنصفكم الرجل عليكم به، دار العسكر على حسين يا حف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دارها على الليث المخيف، بياض العين بصبيها يتدور، ثقل ما يندر ابن الشاب منين، يجيه وزانها يخطف على حسين، سهم بيده وسهم بحاجب العين، يا ويلي وفغرت روحه من الحار. فتقدم اليه لعين ضربه على كتفه بالسيف، واخر في ترقوته، وثالث في بواني صدره. وتقدم إليه صالح بن وهب عليه اللعنة، فطعنه في ضلعه، على حسين على حسين فزع وفرد فزع، صالح طعن بالرمح ضلعه، وبالسياف بجد القص صبعه. وكان جواد الحسين يريد من أبي عبد الله أن ينهض ويدافع عن حرمه، فلما أيس من لطخ ناصيته ووجهه بدم الحسين، ما عنده لسان حتى ينطق ويخبر العائلة، يريد لعلامة من الحسين يأخذها إلى القوم، إلى الأهل، إلى النساء. فأقبل إلى النساء محمحما صاهلا: يا فخرجنا النساء يستقبلن الحسين، ظنا منهن أنه رجع إليهن، ولعله حصل لهن على شيء من الماء.
فلما خرجنا من الخدور خرجنا من الخيام نظرنا إلى الجواد مخزية والسارج عليه ملوية صحنا وحسينا وسيدا يا بكت سكنة ونادت بالمذل يا عم المهر حط بالقلب عل طلع الصارخة زينب تقل يا مهر حسين وين حسين نخر يا مهر حسين قل لي عن ولي عقب فيا يا خايب يا شفي كم صواب قل لي بقلب خيقي ومن يا جرح دمه يفور أكثر ثم إن الجواد أقبل بالنساء إلى جسد الحسين دلهن على الحسين فاجتمعنا حوله هذه تلطخ وجهها بدمه تلك تنادي وحسينا فواحدة تحنو عليه تضمه يا حسين وأخرى عليه بالرداء يا تظلل وأخرى على خوف تلو يؤذ بجنبه وأخرى تفديه وأخرى يا تقبل وجاءت لشمر زينب يا ابنة فاطم تعنفه عن أمره وتعذل أيا شمر مهما كنت في الناس جاهلا فمثل حسين لست يا شمر تجهل وتقل يا شمر بالله دخلي اي وما شاف من الطبرات زيد شوف يلوج ما غير النفس بين وعيننا بيشبحها يا وتغمر يا خايب خل اخويا حسين ساعة اغمض له وامد للموت باعا مهو شمامة الحلوة طباعا تخلي براحة روح حسين تظهر ونظرت الى ابن سعد واقف ومعه جماعة من الأعداء وهم ينظرون إلى الحسين وهو يجود بنفسه فالتفتت الحوراء زينب إليه قالت يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله الحسين وأنت تنظر إليه فأثر كلامه في قلبه القاسي فأخذ يبكي لكلام الحوراء زينب ولمصيبة أبي عبد الله الحسين ثم التفت إلى جماعة قال انزلوا إليه وأريحوا أجركم الله يا فتقدم إليه الشمر عليه اللعنة رفسه برجله جلس على صدره أخذ يطعنه في نحره وفي رقبته حتى أطعنه 12 طعنا أيوا حسينا أيوا مصيبتا ثم حز رأس إمامنا أيوا حسينا أيوا مصيبتا وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردايا قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء فصاحت الحوراء زينب وجدا ومحمدا وأبتا وعليا وحمزة وجعفرا ليت السماء تدكتكت على الأرض يا جدي يا جدي ما تبحد وقف دونه
يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه وحيد يعالج ومن خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر يا جدي مات ما حد مد ايدي ولا واحد يا جد عدل رجلي يعالج بالشمس ما حد قرب لي يحط الظلال يا جدي من الحر أجركم الله كربلا لازلت كربا وبلا كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك يا آل المصطفى كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك يا آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى كررها كربلا لازلت كربا وبلا وضيوف لفلات قفرة وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قراء لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحيد السيف على ورد الردى كربة كربلا تكسف الشمس شموسا منهم تكسف الشمس شموسا منهم لا تدانيها ضياء وعلا وتنوش الوحش من أجسادهم وتنوش الوحش من أجسادهم أرجل السبق وأيمان الندى كرب كربلا ووجوه كالمصابيح فمن ووجوه كالمصابيح فمن قمر غاب ونجم قد هوى غيرتهن الليالي وغدا غيرتهن الليالي وغدا جائر الحكم عليهن البلا يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا لا رأت عيناك منهم منظرا لا رأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا يا قتيلا قوض الدهر به عمد الدين وأعلام الهدى قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا
غسلوه بدم الطعن وما غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. مرهقا يدعو ولا غوث له بأب بر وجد مصطفى وبأم رفع الله لها علما ما بين نسوان الورى. أي جد وأب يدعوهما أي جد وأب يدعوهما جد يا جد أغثني يا أبا. كربلاء لازلت كربا وبلا كربلاء لازلت كربا وبلا يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى عظم الله لك الأجر بمن كظ أحشاه الظما حتى قضى ضاربا في كربلاء خيمته ضاربا في كربلاء خيمته ثم ما خيم حتى قوضى. كم رقاب من بني فاطمة عرقت ما بينهم عرق المدى حملوا رأسا يصلون على جده المختار طوعا وأبا. يتهادى بينهم لم ينقضوا عمام الهام ولا حل الحبا. ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا. لو رسول الله يحيى بعده لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. كربلاء لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى. كربلاء لازلت كربا وبلا. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين وأهل بيته وأصحابه وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع ولده الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. اللهم إنا نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمي وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذا المجلس الشريف وفي هذا اليوم العظيم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا أهلكته ولا مريضا إلا عافيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. السادة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك. إلى روح المرحوم المبرور الحاج يعقوب وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وجميع خدام الحسين والسادات والعلماء الأبرار نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. الله